مكانك تقول له للرب يا رب انا بحبك، وبدي اتعلم حبك صح، لانه نحن ما بنعرف نحبه مثل ما لازم نحبه. قل له يا رب علمني حبك صح، علمني بهذا الصباح شيء جديد يا رب. انت كل شيء فرش عندك، ما عندك شيء قديم عتيق. مكتوب انه مراحمك جديدة علينا في كل صباح يا رب. انت الوحيد اللي بتقدر تكسر الروتين بعبادتي معك. اذا كان سنين من الروتين تراكمت عليك، عم تشعر اليوم انه صرت مقيد بروتين طقسي تعودت عليه، قل له يا رب اكسر هذا الروتين بهذا الصباح حتى اعرف ارجع اتمتع بعلاقتي معك، لانه هذا الشيء اللي بيبقى لي وهذا الشيء اللي بدي اياه. بدي ان يكون بعلاقه حلوه وحقيقيه معك، بدي يكون بعلاقه بتليق فيك. قدوس أنت يا الله، قدوس قدوس، الأرض كلها امتلأت من مجدك يا قدوس. قدوس أنت يا الله، مرة مع بعض. قدوس أنت يا الله، قدوس قدوس، الأرض كلها امتلأت من مجدك يا قدوس. قدوس 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 أنت، والأرض أيضا تخبر، والفلك يسبح إلهنا القدوس. المحيطات وما فيها والمخلوقات تجاريها، والمسكونات تغنيها، قدوس كل الأمم يرنم يشهد.
شعوب الأرض قدموا له المجد وكرموا عمل الله القدوس. قدوس 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 أنت يا الله. قدوس 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 أنت يا الله. اهدوا للرب المعبود سبحا بالدف وبالعود يا طيور بألحانك جودي غرب واهتف تدوس. أسمع أصوات الأطفال والرضع تصدح بالعالي ونساء تنبئ لرجالي هيا نهتف قدوس. هو انت كل شهوة قلبي هي انت كل نبضة في قلبي فيك انت كل لحظة في عمري ليك انت كل اللي أنا محتاجه هو أنت كل شهوة قلبي هي أنت كل نبضة في قلبي فيك أنت كل لحظة في عمري ليك أنت. كمان مرة مع بعض كلنا. كل اللي انا محتاجه هو انت كل شهوة قلبي هي انت كل نبضة في قلبي بيك انت كل لحظة في عمري ليك انت. بحبك بهدي لك كل عمري بحبك 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 يا يسوع بحبك بهدي لك كل قلبي بحبك بهدي لك كل عمري بحبك 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 يا يسوع يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي. كمان مرة قالوا إياها. يا يسوع حبك ليا هو أغلى ما في حياتي بحبك بتغير كل قلبي بحبك بتغير من طبيعتي بحبك 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 يا
بحبك 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 يا يسوع مجدا لي مجدا لاسمك العزيز. شكرا ليك عملك في حياتنا رهيب نسجد ليك رفعين رايه الصليب. يا عجيب يا ابن الله مجدا ليك مجدا لاسمك العزيز. شكرا ليك عملك في حياتنا رأيت الصليب. يا عجيب يا ابن الله وحدك صانع عجائب وصانع معجزات ولا حاجة تقوى عليك ده انت رب القوات. وحدك صانع عجائب صانع معجزات ولا حاجة تقوى عليك ده انت رب القوات. تفتح عينين الأعمى وتقوم الأموات وتهدي البحر بكلمة يا عجيب. مجدا ليك مجدا لاسمك يا عجيب. شكرا ليك عملك في حياتنا رهيب نسجد ليك رافعين رايه الصليب. يا عجيب يا ابن الله اعتمدنا عليك ايماننا وثقتنا يا ربي فيك. وحدك ضامن حياتنا وناقشنا على كفيك. اعتمدنا عليك ايماننا وثقتنا يا ربي فيك. وحدك ضامن حياتنا وناقشنا على كفيك. يا راعي انفسنا الصالح كل اتكلنا عليك يتبعنا خير ورحمه يا عجيب. مجدا شكرا ليك عملك في حياتنا رهيب نسجد ليك رافعين رايه الصليب. يا عجيب يا ابن الله مستنين حضورك في بلادنا بالايمان. املا اراضينا بنورك يا صاحب السلطان. مستنين حضورك في بلادنا بالايمان. املا اراضينا بنورك يا صاحب السلطان. خلي حياتنا شهاده لملكوت ابن الانسان وارسلنا فعلا كرمك يا عجيب. مجدا ليك مجدا لاسمك يا عجيب. شكرا ليك عملك في حياتنا رهيب نسجد ليك رافعين رايه الصليب. يا عجيب يا ابن الله. امين. تفضل. لما تتطلع بحياتك كل واحد منا بيصير بيسال عم فتش عشي ناقصني. هذا وضع الانسان بشكل عام. يعني دايما عنده فراغ وكل انسان بعده عم يفتش على انه يملى هذا الفراغ. عم يكتشف يوم بعد يوم انه من يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. يعني الفراغ اللي موجود واللي جربنا نعبيه بكتير اشياء بحياتنا فراغ رح يبقى فراغ. ما في شيء رح يغيره لانه الله صنعنا بهذه الطريقة. صنعنا وحط الابدية بقلوبنا. بيقول الكتاب وجعل الأبدية في قلوبهم التي بدونها ما حدا بيقدر يعرف العمل الذي يعمله الله تحت الشمس. ما رح أقدر أعرف قيمة حياتي ولا معنى حياتي ولا ورح يضل في حلقة مفرغة عم دور فيها لحد اليوم اللي رح أتقابل فيها مقابلة شخصية مع الرب يسوع المسيح. ويوم اللي بتقابل مقابلة شخصية كتار أشخاص صاروا أولاد للرب يسوع وصاروا أولاد لله من خلال الإيمان. ولكن هني بإيدهم رجعوا دخلوا حالهم بهيدي المتاهة بهيدي الدوامة. بتعرف ليه؟ لأنه بدهم يسوع المخلص بس ما بدهم يا يسوع الرب. يسوع لازم يكون مخلص ورب. بدي يخلصني ياخدني على السماء
أما أنه يكون رب على حياتي وعلى التفاصيل الدقيقة بحياتي، لا تركني هذه أنا بعرف أعملها. ما فيني خلص حالي روح على السماء، أنا بحاجة لإله. بس أمور حياتي أنا فيني أدبرها، ما بدي إياه. إذا ما كان يسوع رب ومخلص، أنت خسران وأنا خسران. لأنه لو نحن منعرف ندبر أمور حياتنا كان وضعنا أفضل من هيك بكتير. مشان هيك وضع حياة الإنسان مزرب. ترنيمي كتبتها كنت عم شوف هالفراغ اللي كل الناس عم تدور انها تملاه، ولقيت يا جماعة ليش عم ندور بعيد؟ اسم يسوع بكفي لوحده الشبع. في عبارة كتير بحبها ودايما برددها براسي، وكتير مرات يمكن صار في كتار اشخاص سمعوني عم قولها، عبارة قريتها بكتاب لماكس لوكيدو، بيقول You will never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. You will never know that Jesus is all you need until Jesus is all you have. بس يصير يسوع كل شيء بتملكه وتصير كل كيانك وفكرك مشغول بيسوع، بتكتشف ساعتها بتقول واو قديش مضيت سنين من عمري أنا عم فتش على أشياء لحتى أملها الفراغ، وكانت كلها قريبة مني هالقد، مجرد أني قل له يا رب أملك وسود وخد مكانك. ترنيمي قلت فيها اسمه لوحده كافي، صدقني بينعشق أحلى اسم عشفافي يسوع بينطق. اسمه لوحده كافي صدقني بينعشق أحلى اسم عشفافي يسوع بينطق. اسمه لوحده كافي صدقني بينعشق أحلى اسم عشفافي يسوع بينطق. ولا في اسم غيره موجود بين الناس قادر يحررنا أو يعطينا الخلاص. ولا في اسم غيره موجود بين الناس قادر يحررنا أو يعطينا الخلاص. ما تفتش وتحتار وتطول المشوار، ما تفتش وتحتار تخلص من النار. قولوا معي اسمه لوحده كافي صدقني بينعشى أحلى اسم عشفافي يسوع بينطق. ولو منحمل تعبان والهم زاد عليك أو كترت الأحزان وهجر النوم عينيك، لو منحمل تعبان والهم زاد عليك أو كترت الأحزان هجر النوم عينيك، لو كان أملك خاب من أسوة الأحباب، لو كان أملك خاب من أسوة الأحباب، ولو ما بقي أصحاب ما إلك إلا يسوع. اسمه لوحده كافي صدقني بينعشى أحلى اسم عشفافي يسوع بينطق. رح أقول ترنيمة
قبل ما نكمل البرنامج إذا صار في فرصة أكثر بآخر الخدمة كمان رح نرنم أكثر، مش حتى نرنم قليل أو أكثر، بس لأنه المهم أنه نقدر نفوت إلى محضر الله، وأنا شاعر أنه دخلنا إلى محضر الله. المهم أنه لما أدخل إلى محضر الله شو بدي أطلع أخذ من عنده؟ بس هيك جيت ومشيت؟ البركة مش مربوطة فقط بالله. ما تستغرب ليش عمول هيك. البركة مش مربوطة بالله بحده. الله دايما عم يعطي بركة. البركة مرتبطة بالمعطي وبالمستقبل. الله بيعطي بركة باستمرار في محضره. ليش في ناس بتطلع اخدي بركة وناس لا؟ لأنه في ناس استقبلت البركة وناس ما استقبلتها. إذا أنا جاي وعندي أشواق بقلبي إني أتبارك من حضوره، إذا عندي أشواق بقلبي إني أتقابل معه، بطلع من المكان آخذ شيء. بس جاي بس هدفي أحضر برنامج وسلم على الإخوة وأمشي، برجع على البيت مثل ما جيت. قال الرب يسوع اسأله تعطه، اطلبه تجده. ترنيمي لازم أفهم إنه محبته لإلي ما كانت مجرد كلام، كانت بالعمل بالفعل. كنت بقيت تقول انه قد ايه بحبني، ايه بس قد ايه بحبني. قال ليس لي احد حب اعظم من هذا، انه واحد يقدم نفسه من اجل احبائه. مشهد يمكن الناس شافته ومنشوفه هلا بالافلام وتعودنا عليه. مشكلتنا انه تعودنا عليه، تعودنا على الصليب، تعودنا نشوفه كتير، وعلى كتر مناظر الدم اللي قدامنا صار الدم بالنسبه لنا شيء عادي. بس دم يسوع منه عادي، دم يسوع الطاهر منه عادي، اللي اشتراني فيه. لما الصليب يصير عادي بحياتي، لما اخذ الصليب فور جرانتد بحياتي، بصير بعيش حياتي ليزي. لما كل يوم الصليب بيكون قدام عيوني وفاهم انه انا حتى يصير عندي هيدي العلاقة مع الله وترجع لي قيمتي، كلفت انه الله يتجسد في هذا العالم ويموت على الصليب كرمال واحد شقي بئس مثلي، بتعلى قيمة نظري بعيوني، بتعلى قيمتي بنظري. بتعرف ليه؟ لأنه أنا إذا هالقد غالي بنظر الله، ساعتها بصير أعرف حب حالي صح. بس لما بحب إشياء تانية على حساب الدم وعلى حساب الصليب، بصير الصليب بالنسبة لي شيء كتير عادي. صليب بلبسه على رقبتي، صليب بشوفه على التلفزيون، صليب بشوفه معلق بالكنيسة، ولكن الصليب منه قدام عيوني. مشان هيك سهل علي أعمل خطية، مشان هيك سهل علي أبعد، مشان هيك سهل علي حط يسوع على جنب وروح مشوار بلاه. بس لما الصليب قدام عيوني ما فيني اتحرك بلا يسوع، بصير يسوع كل شيء بحياتي. في مشهد أدمى العيون، هذا المنظر اللي بقول له يا رب دايما خليه قدام عيوني، خليه منظر صليبك قدام عيوني لحتى افهم شقائي وبؤسي لوين وديك وشو استحملت من اجلي. مشهد أدمى العيون، في آلم لم ينتهي، رب السماء قد روى أرضا طغت من دمه. أذكر أني يومها شاركت في تسميري، عيني بعيني التقط، رأيت دمعة وقال أحببتكم للمنتهى، أحببتكم بلا حدود، وصيتي حبكما، أحببتكم بلا حدود. وعشت أيام
قلبا لوام كربه، فما استطعت لحظة أن أختفي من حبه، وتاب قلبي نادما فذاق حب ربه، أجدو وقلبي ينسبي إذ أسمع الفادي يقول أحببتكم للمنتهى، أحببتكم بلا حدود، وصيتي حبكما أحببتكم بلا حدود. ضعفاً بإصرار يزيد، وفجأة يحصرني صوت من العلا يقول أحببتكم للمنتهى، أحببتكم بلا حدود، وصيتي حبكما أحببتكم بلا حدود. قبل ما نسمع كلمة الله هنقول ترنيمة كمان هي من أروع وأشهر الترانيم اللي ألفها ولحنها أخونا أيمن كفروني في البدايات، وهي شهيرة هلاقي كل الكنيسة عارفاها جدا. الترنيمة بتقول لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك، بيقول فيها علوم. أنا حفظت الترنيمة دي قبل ما أتعرف على أيمن كفروني، كان ابني صغير وحبها بمجرد ما السي دي الأولاني لأيمن طلع، وكنت بصحيه بالترنيمة دي. بيقول لمنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك، كلنا قد قلنا خائن ليهوذا، ونحن الآن بقطعتين من النحاس مثل يهوذا نسلمك. وأنا كنت أقول ليوسف، كان لسه في أولى ابتدائي ونايم ما بيصحاش بالعافية، أقول له بقطعتين من الحديد، فيصحى يقول لا نحاس. هو حافظ الترنيمة مش بيحبها جدا، مش عايز حد. فدي كانت الطريقة اللي كنت صحي بيها قطعتين من الحديد أو النحاس. لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي، اخترته طوعا وهو عقاب عادل
لآثم متمرد. لا لن أرى حبا أعظم وأقوى من حبك فوق الصليب يا سيدي. اخترته طوعا وهو عقاب عادل لآثم متمرد. كشاة تصاب للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة ذادك للصلب هناك. كشاة تصاب للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة ذادك للصلب هناك. في الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة. لبنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك. كلنا قد قلنا خائن ليهود حين أسلمك. لبنا وعيرنا بطرس بالجبن يوم أنكرك. كلنا قد قلنا خائن ليهود حين أسلمك. ونحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. لقطعتين من النحاس مثل يهود نسلمك. نحن اليوم أمام الناس نستحي بك ننكرك. لقطعتين من النحاس مثل يهود نسلمك. ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد. كشاف تصاب للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة ذادك للصلب هناك. كشاف تصاب للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة ذادك للصلب هناك. في الجلجثة الصليب في الجلجثة. الجمع كان ينادي لضرابة سيطلق بالإفراج. صلبك كان مطلبه أن تجلد أنت بالكرباج. الجمع كان ينادي لبرابة سيطلق بالإفراج. صلبك كان مطلبه أن تجلد أنت بالكرباج. حاكموك عيروك حملوك صليب العار. بين نصوص علقوك أيها القدوس البار. حاكموك عيروك حملوك صليب العار. بين نصوص علقوك أيها القدوس البار. ورغم ذاك نحن نراك تنسى أساك بحبك المتجدد. كشاف تصاب للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة ذادك للصلب هناك. كشاف تصاب للذبح لم تفتح فاك، كنعجة صامتة ذادك للصلب هناك. في الجلجثة فوق الصليب في الجلجثة.
استاذنكم احنا واقفين نقرا الكتاب المقدس، هنقرا وبالمناسبه كلام الاخويا اشرف، يعني الرب يباركك يا اخ اشرف ويبارك دار الكتاب في كل مكان. يعني انا شخصيا بنوزع نبذ ونوزع كتب، بس في اللحظه اللي بقدم فيها كتاب مقدس هديه لشخص ببقى ضامن ان النتيجه 100% حتى لو تركن فتره. فاحلى خدمه انت بتشتغل في الذهب واللآلئ مباشره. رب يبارككم. خلينا نقرا مع بعض من انجيل حسب البشير متى اصحاح 26 وعدد 65. انجيل متى واصحاح 26 وعدد 65. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. فمزق رئيس الكهنه حينئذ ثيابه قائلا قد جدف، ما حاجتنا بعد الى شهود، ها قد سمعتم تجديفه. عدد 66. ماذا ترون؟ فاجابوا وقالوا انه، اقروا معايا، مستوجب الموت. اقروا الايه اللي هنحفظها، يعني معلش هي ايه صعبه بس خلينا نتذكر الكلام ده. حينئذ بصقوا في وجهه ولطموه، واخرون لطموه. مره كمان. حينئذ بصقوا في وجهه ولكموه، واخرون لطموه. ثم هقرا ايه واحده من العهد ايضا من رساله بولس الرسول الى المؤمنين في كورنثوس وصح واحد وعدد 18 ايه، اكيد كلنا حافظينها لانها من اشهر الايات مطلقا. رساله بولس الرسول الاولى الى المؤمنين في كورنثوس وصح واحد وعدد 18. فان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله. مره كمان. فان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله. اخر مره. فان كلمه الصليب عند الهالكين جهاله، اما عندنا نحن المخلصين فهي قوه الله. انا عايز اصلي لاجل نفسي، وارجو انك تصلي لاجل نفسك، ان الفكره مش واعظه مع ان كلمه الله حلوه، ولا حتى ترانيم مع انها ترانيم رائعه جدا جدا. فكره ان نطلع بنتقابل مع المسيح، الرب يظهر ذاته لينا، يفتح قلوبنا. كان في واحده دايما متدينه اسمها ليديا وبتصلي كل يوم سبت، بس كان قلبها مقفول. في يوم من الايام فتح الرب قلبها رغم انها بتصلي من سنين. يا رب ده يحصل معايا ومعاك، امين. ده اللي عايزينه، تلامس مع الرب. أطلب من أخونا باسم حبيبي علشان يجي يطلب بركة الرب على الكلمة في هذا الصباح. نشكرك نمجدك من كل القلب من أجل حضورك وسطينا، ونشكرك لأنك أنت بحق الطبيب العظيم الذي بجلدتك شفينا. من فضلك احسن إلينا لكي ما يكون لكلمتك تأثيرها في حياتنا. احسن إلينا بالشفاء لكل من يطلب الشفاء من شخصك الكريم في هذه الفرصة. بارك الكلمة لنا. لك يا رب كل المجد. أمين. 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 شكرا. تفضل مكانكم. في الليلة الأولى اتكلمنا عن أول اثنين إرهابيين في التاريخ، قايين ولامك، صح؟ قايين قتل واحد ولامك قتل اثنين. ثم تكلمنا مبارع عن قصص إرهابية أيضا ممثلة في بيلاطس اللي خلط دم الناس بذبائحهم، والكلام اللي قاله الرب يسوع من دم قايين، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل وبين المذبح. وشفنا ان الارض داخلة على حاجات امر. بصراحة انا عايز اقول انه الصبحية دي انا كنت يعني ترتيبي بصراحة كده ان يكمل عن احتراق الارض في بطرس الاولى 3، تحترق الارض والارهاب النهائي والحالة الابدية اللي هنكون فيها. وانا مرتب كده مبارح ومرتب نفسي، بس صحيت النهاردة وانا بصلي قبل ما نيجي كان صوت المسيح يعني جوه قلبي كأني شخص بيكلمني، قال لي لا ما تكلمهمش عن نهاية العالم، اتكلم النهاردة عن أشر عملية إرهابية في التاريخ، مش قتل قايين
ولا قتل الجليليين ولا قتل ولا مش قتل هابيل ولا قتل الجليليين ولا قتل زكريا بن برخية، كلهم دول رموز بسيطة لقتل القدوس الله الظاهر في الجسد. فأنا حولت النهاردة الكلام إلى العملية الإرهابية الخطيرة، سميتها الصليب أشر عملية إرهابية. وعايزين في وقت مش طويل نمر، يعني أنا مش هدعي إن احنا هنتكلم عن الصليب، لأنه لو خدنا يعني الصليب يملأ الكتاب المقدس بعهديه، واللي ما بيلاقيش المسيح المصلوب، والكلام ده بقوله على فكرة مش بقول يعني بنغني على بعض أو نتكلم على بعض، أنا بكلمك بإخلاص، إذا ما لقيتش المسيح المصلوب في أي أصحاح في العهد القديم اعرف إنك ما فهمتهوش، لأن العهد القديم كله رموز عن الرب يسوع المسيح وعن صليب المسيح. ولأن الله كان في ذهنه قبل الأزمنة في الأزل أنه عامل خطة قبل ما يخلق آدم، أن آدم لو أخطأ هو عارف أنه يخطئ، عارف له الأنتي فيروس إنجاز التعبير، يعني بيخترعوا اللابتوب وبيخترعوا الأنتي فيروس قبلها قبل ما نزلوا السوق. الله أعظم من أنه هو أدى العقل للناس دي، الله خلق الإنسان وعارف أن آدم يخطئ قابل للخطأ، فعمل له طريقة الفداء مكتوب كده في بطرس الأولى 1:18: افتديتم لا بأشياء تفنى بذهب أو فضة بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب، دم المسيح. اسمع اللي جاي، دم المسيح أيوه المعروف سابقا أيوه قبل تأسيس العالم، يعني قبل ما ربنا يخلق العالم كان عارف أن المسيح. عشان كده لما تشوف مثلا في قصة إبراهيم لما قدم ابنه، إزاي ما كانش فيه ممنوع الذبيحة البشرية ممنوع، بس الله شايف الموضوع ده وشايف إبراهيم ممكن يعمل رمز ليها، بعدين قال له لا شيل إيدك شيل إيدك ما تمدش إيدك على ابنك أنا اللي هعملها. الله الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين. فعايز أشارككم بالصليب وشر الإنسان، ومش الهدف بيه إني يعني نجلد أنفسنا، لكن نعرف دي الحقيقة. عايز تعرف الإنسان شرير؟ زكريا بالمناسبة، يعني مين اللي صلب المسيح؟ الرومان ولا اليهود؟ اللي صلب المسيح زكريا. أنا بجد إجابتي بجد، الله استخدم اليهود والرومان علشان ينفذ مشيئته، زي ما صلوا التلاميذ في أعمال 4: كل ما سبقت فعينت مشيئتك أن يكون قبل الأزمنة في الأزل. فالرومان واليهود وغيره، بس وأنا ببص على شر الإنسان أنا ببص على زكريا. صدقني صدقني ما بعمل كده، يشهد المسيح أنا بعمل كده، اللي صلب المسيح أنا، فعشان كده أقول مع المسيح إيه صلبت أنا. أنت بقى أنت حر تعرف مين صلب المسيح، يهود يونان، ما تصلبش ما صلبوه ما قتلوه، انت حر قول زي ما انت عايز، بس انا بقول لك ان دي فكرة الله قبل الأزمنة في الأزل، والكتاب المقدس بال39 سفر بتوع العهد القديم ما فيهوش جزء ما فيهوش الصليب، سواء كذبائح او كافراد هم رمز للمسيح، زي يوسف مثلا لما دخل السجن وطلق، وهكذا وهكذا، وزي اسحاق على المذبح. طيب فأنا همر على الصليب وشر الإنسان، ثم همر في دقيقة عن الصليب ودموية الشيطان، لأن اللي وراء ما حدث عند الصليب كان الشيطان دخل في يهوذا سمعان الإسخريوطي، والمسيح 3 مرات قبل الصليب يقول هذه ساعتكم وسلطان الإيه الظلمة، و3 مرات يقول عنه رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء، يعني مش هيموتني لأنه أنا فيه خطية حاشا، بس أنا هذه الكأس قبلتها. ثم أتكلم عن الصليب والإله الحنان وصفات الله العجيبة في الصليب، كلها همر في عجالة علشان أتمنى بعد كده أنا وإنت ناخد وقت نصلي ونرنم مع أخونا الحبيب أيمن كفروني.
اقفله مثلا وبتاعه تاني، ويمكن محتاج حجاره. اوكي طيب. الصليب وشر الانسان. في الصليب طبعا بقول لك الكلام اللي هنقراه بسرعه او هنتكلم عنه بسرعه. انا بفتح يعني اتمنى ان اكون بفتح شهيتي وشهيتك علشان تبحث في الكلام ده. هديك عناوين بس. اول حاجه في الصليب الاقي ان البشر قصاه جدا. عايز تعرف البشر قصاه؟ شوفهم هم بيقتلوا الاقباط في داعش في عند البحر، صح؟ بس الاكتر شوفهم وهم بيعملوا كده مع الشخص المظلوم الكبير. مكتوب ظلم اما هو فتذلل. يا ايها المظلوم، يا مظلومين، شوفوا شخص مظلوم هتلاقوه اصعب. يا متألمين من البشر، على فكرة الناس متألمة من البشر اكتر من تألمها من الكانسر وكده، يعني من خلال خدماتنا اللي بنلفها الناس عندها مشاعر جريحة من الناس اكتر من المرض. وجرح القلب اصعب من جرح السكين حقيقي. بطرس، شوف بطرس وشوف ازاي كان قاسي والرب يحذره. هو قال له قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات، وبطرس حلف. بطرس اللي هو انا كده بعمل كده، انا من عاير بطرس، لا زكريا، انا لو مكان بطرس اعمل اكتر عشان تعرف. صدقني مش كلام بتقول الاخ ده متضع، متضع ايه ده، انا اكتر خالص. انا ما في، بص يا يسوع انا الراجل بتاعك، سيبك من دول، انا بحبك اكتر منهم كلهم، ولو كلهم الحداشر دول انكروك انا لا ما سيبكش، انا راجل بتاعك. قدام واحدة ست جارية لعن وسب وحلف ميت يمين انه ما يعرفوش، وعمل له علامة قال له قبل ان يصيح الديك، خلي بالك الآية بتقول ايه، مرتين تنكرني ثلاث مرات. ليه مرتين؟ علشان يديك يصيح المرة. فبطرس يقول ايه ده الهالي يا رب، لا اعرفه، والصلب معاه كمان، واخد بالك، عشان يدل على قد ايه فشلي انا الممثل في بطرس. صاح الديك وسمعوا، ايوه سمعوا، اما المسيح بيقول كلامه وسمعوا وتذكر كلام الرب فمفروض يتراجع، لا استمر. فلما انكر ثلاث مرات صاح الديك مرة تانية بطرس. ثم يهوذا سئل الفنان الإيطالي الشهير ليوران دافنشي غالبا، هو ده غالبا مش مايكل أنجلو، وقالوا له كان نفسك، هم بيرسم صور مسيحية كتير، ايه الشخصية اللي كان نفسك تشوفها بالجسد علشان ترسمها؟ فالكل المتوقع يقول يا المسيح يا العذراء القديسة مريم يعني. فقال يهوذا، بصوا له كده، قال نفسي افهم، كان نفسي اشوفه علشان ارسم قد ايه الراجل الخاين ده ازاي يبوسه ابو قبلة، كان نفسي اشوف منظر عينيه وهو بيخون اللي خلاه امين صندوق وثق فيه، خلاه وزير، يعني هو متوقع نفسه وزير خزانه، وبيقول له انا مأتمنك. انا بلاقي نفسي في يهوذا مرات كتير لما بعمل موقف وعارف ان الرب يسوع بيتجرح وبيحصل. تعرف شر الانسان عند الصليب. طيب كمان يحتاجنا الوقت ان نتكلم على بيلاطس عند الصليب. بتحاول تمسك العصايه من النص. بيلاطس على فكره عارف ان المسيح بار، ومراته قديسه مؤمنه، ظهر لها المسيح في حلم وقالت له اياك وذاك البار، فهو عايز منصبه وفي نفس الوقت عايز مراته او عايز المسيح، فلعب اللعبه السيئه جدا، لعبه الجبابره اللي ذكرت عنها اول امبارح وامبارح بتاعت ايام نوح، اللي هو بيعرف يلعب اللعبتين، ولا سياسه في الدين ولا دين في السياسه. السياسه هي استخدام القذر لتحقيق مصالح الشخص، ده تعريف مش انا اللي اخترعته، شوفوا اي كتب سياسه، لتحقيق مصالح الشخصيه وبعدين اللي استفدت منه ارميه.
ده السياسة، بس احنا بنطلب حكمة من السياسة، فما تحاولش تكون نص زي بيلاطس. هلك بيلاطس ومات منتحر في التاريخ بيقوله. في الصليب بلاقي بطرس، بلاقي يهوذا، بلاقي بيلاطس، بلاقي باراباس اللص. ازاي انا زي باراباس طلعت علشان هو مات لاجلي؟ بشوف ملخص اللي جاي يقتلني ويموتني، وبطرس يقطع ودنه والمسيح يعطاه له تاني، وما سمعناش ان ملخص امن. اتمنى انه كان امن. هيرودس الشرير اللي بيهزق المسيح علشان عايز معجزة، والرب يسوع ما نطقش وسكت. الجنود اللي تعاملوا مع المسيح بكل قسوة لانهم كانوا بيشربوا دم بالكهول زي ما انتوا عارفين، دماء بشرية او دماء حيوانية. الشعب اللي قالوا ليصلب ليصلب. ايه ده يا اخي؟ انا متأكد ان الشعب اللي قالوا ليصلب ده عيالهم كانت ميتة وامها المسيح. هتقول لي دول مش بني ادمين؟ هقول لك طب وزكريا؟ مش بتكلم على حضرتك. وزكريا مرات كان مزنوق وطلب ربنا يا رب نجيني في دي، انقذني في دي، اشفي الولد، عديني من العراق الى تركيا علشان اجي امريكا، اعملها معايا ومش هخونك. وبعد ما عملها قلت له يصلب، معرفوش، كأس مخدرات او كويسكي مع علاقة في المساء بميت يسوع المسيح. انا اسف اني بقول الكلام ده، البعض بيقول لي ما ترخص له، انا ما برخص، انا بقول لك ده الحقيقة. بيبقى في الصباح يوم الاحد حاضر الكنيسة، وبالليل في الشر والفساد. هذا هو الشعب اللي قال اوصلنا مبارك الاتي باسم الرب من كم يوم، هم نفسهم قالوا ليصلب. ازدواجية في الحياة، والكهنة شق ثيابه ممنوع يشقها. طيب. بشوف قساوة الإنسان، بشوف شناعة الخطية. أجرة الخطية هي موت، ومش موت عادي، لكن موت جسدي وموت روحي وموت أبدي، أي الطرح في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، لأن هو حمل نفسه خطايانا في جسده على الخشب. الحاجة اللي بعد كده في الصليب، بشوف الإنسان ما يقدرش يغير نفسه، مسكين الإنسان. يا زكريا، أنا أصل في حاجة عايزة تطلع وأقول لها ادخلي. يا زكريا بص، شوف من الآخر، لا فلسفة ولا علم نفس ولا أكبر مشيرين للأسرة المسيحية في بلادكم أو في أي بلاد هيغير حياتك إلا المسيح. قول عليا بقى، قول حاجة، بقول لك تاني، لا فلسفة ولا علم اجتماع ولا سيكولوجي ولا سيكاتري ولا مشيرين لا يغير الا المسيح عند الصليب. انت مش قابل الكلام، قول دور على حكمه بشريه. اليونانيين يطلبون حكمه واليهود ايه. نحن نكرز بالمسيح مصلوبا، لليهود عصره واليونانيين جهاله، بس للمدعوين قوه الله. صدقني صدقني صدقني، اللي بتبحث عن علم النفس والفلسفه والاجتماع، الناس اللي اخترعوا الحاجات دي ماتوا منتحرين، او ماتوا ملحدين، او ماتوا شاتمين لله. منهم ناس من علماء النفس اللي دلوقتي بيحاولوا يحطوها نظرياتهم جوه الكنائس، والوعظ بقى كده. الناس دي عملوا تحليل لشخصية الله وقالوا ان الله عنده بارونية وحاشة. انا فاهم، بس عايز اقول لك اتبع المسيح من خلال كلمة الله. صدقني صدقني، ما تحاولش، لا الناس ولا الفلسفة ولا الاجتماع ولا الفلوس ولا الخدام، خلي بالك، ولا الخدام بما فيهم أروع خدام شفتهم في حياتي زي الأسيس خالد، شاهد الرب ما يغيركش. أنا وأنا جاي هنا خادم محترم قلت له صلي لأجلي، أنا عندي ابن الطبيب العظيم في بوسطن، قالها لي بالإنجليزي بس أنا ما هقولها بالعربي. قال لي لا تنسى أنك أنت لست المخلص، أنت مجرد كارز بالمسيح، مالكش دخل. المسيح اللي هيخلص الناس، أنت مش هتقدر تعمل حاجة. أنت قدم المسيح المصلوب، قال لي كده بالحرف أخ مبارك، قدم المسيح المصلوب وسيب تأثيره مع الناس، وأنت مش مطلوب منك تغير الناس ولا تقدر، خلي بالك.
إن كان بالناموس، ناموس موسى العشر وصايا بر، فالمسيح مات إذن بلا سبب. موت المسيح بيقولك إن مفيش طريقة أخرى لخلاص النفس إلا صليب المسيح. تيجي راكع وتقول له طب فين صليب المسيح؟ يسوع يرسم قدام أيمن وهو بيرنم الترنيمة اللي هي بتاعت اللي قبل الخدمة، لا اللي هي تغتلي في داخلي جميع أصناف العود، اللي هي في مشهد أدمى العيون. قال أنا بصلي أن يترسم المصلوب قدام عيني. على فكرة لو ترسم المسيح المصلوب قدام عينك مش مطلوب منك ولا حاجة تاني. هتلاقي الحياة الروحية مشيت ساعة، مشيت ساعة سويسرية بالملي. هتلاقي نفسك بتحب ربنا، هتلاقي نفسك بتكره الخطية، هتلاقي نفسك عايز تتكرس، عايز تتقدس، الحاجات اللي هجيب سيرتها على الماشي. فشل المحاولات، ثم شر العالم. المسيح هو رايح الصليب بيقول هذا النظام العالمي اللي بتحط ايدك في ايديه وانت بتحب العالم كنظام، ايها الزنات والزواني روحيا، هكذا قال الرسول يعقوب، ايها الزنا والزواني اما تعلمون ان محبة العالم، اسمع، عداوة لله، ايوه، فمن اراد ان يكون محبا للعالم، اسمع، فقد صار ايه؟ عدو لله. انت عايز تبقى عدو لله؟ طب وليه يا عم حب العالم عداوة لله؟ حب العالم عداوة لله لان العالم هو اللي صلب المسيح، النظام العالمي، سواء اللي دلوقتي بيقولك النظام العالمي الجديد او القديم، هو النظام بتاع قايين او بتاع ادم وحواء لما سقطوا. ولما طلع ولاد قايين اتكلمنا اول امبارح وعملوا مدنية، هو ده النظام العالمي، تكوين اربعة، مزيكا وفن وشرب ورحلات وسياسة ودين، وفي دين، ايوه في دين. هذا العالم هو اللي صلب المسيح، العالم الديني سواء يهودي او روماني صلب المسيح. فتعرف ان العالم ما يستاهلش الا انك تتعلم، يا رب علمني انا اقول مع المسيح صلبت، لا غير دي، اقول اما من جهتي فحاشا لي ان افتخر الا بصليب ربنا يسوع. حد فاكر بقى الايه؟ الذي به قد صلب العالم لي، خطايا العالم، نجاسات العالم تبدو جثه، الحاجات اللي كنت تلهس عليها، ايه ده؟ معقوله فرصه عمرك يا جتني لغايه رجليا، كانت فلوس ولا نجاسه ولا اي كان، تحس انها معفنه، صلب يعني ذبح وعفن جثه، ما تقدرش تقشعر لها الابدان. وانا كمان العالم لما ينادي عليا ملايين الا ميت ما بردش. يا رب خليني عند الصليب، امين، خليني عند الصليب حيث سال المجرى. ثم حقيقه الحريه، حريه مش انك تعمل اللي انت عايزه، لكن الحريه انك تقدر تعمل اللي انت عايزه بما يمجد الله ويفيدك ويكون خير للناس، وهذا لا يصنعها الا الصليب. انسانا العتيق قد صلب معه، علاقتنا بادم الساقط، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل الحياة يحيا فيا، بل المسيح يحيا. ثم الأمان في التبعية. اوعى تقول لشخص احتمل الصليب ورا المسيح واتبع المسيح هو ما شافش الصليب، هتكأنك بترمي عليه لود، كأني واحد ميت ولا تلعب على حصان تعبان، المثل الأمريكي الشهير ده الإنجليزي. هو لوحده بمجرد ما يعرف ان السيد الله ظهر في الجسد وعشان أنا مات اتف على وشه، شال الشوك، اتسمرت ايديه، يقول لك انا لو ذبحوني لاجل المسيح زي ما الرسول بولس قال لست احتسب لشيء، ايوه، ولا نفسي ثمينه عندي حتى اتمم بفرح سعي. قال المسيح من لا يحمل صليبه وياتي ورائي. خلي بالك في ناس بالمناسبه اسمهم اعداء صليب المسيح، دي عايزه وعظه. مين اعداء صليب المسيح؟ الرومان؟ لا، مين عدو صليب المسيح؟ الناس اللي عايشة بتحب العالم واللي مش بتتبع المسيح. بيقولك الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يفتكرون فين؟ في الأرضيات، الذين لا يطبقون الصليب عمليا على حياتهم هم أعداء صليب المسيح. ثم مكان النصرة، هم غلبوه. يا سلام يا سلام، كان نفسي أقف عند دي، معلش. أخبار الشيطان إيه بالنسبة لك؟ يعني لو حد قريبك او عدوك حب يعمل لك سحر،
هو في سحر طبعا، في سحر، الكتاب بيقول في سحر. يقدر ولا لا؟ السحر يسري عليك ولا ما يسريش؟ بلاش دي. لما يجي الشيطان ويحاول يسيطر عليك، مين بيهرب، انت ولا هو؟ انت مع النهارده صعب الكلام، بتكلم كلام صعب شويه النهارده، اسهل. تاني دلوقتي انت الشيطان ده بيحاول يسيطر على البشر، انت متفق ولا مش متفق؟ سهله دي. طب لما يجي الشيطان عايز يسيطر عليك ويوقعك في خطيه، او ياخد عيالك للمخدرات او للقمار او للنجاسه او للداون تاون، كان في هنا داون تاون، في هنا كده، يعني انت بتهرب منه ولا هو اللي بيهرب منك؟ انا مش بقول لو او ان، انا بسال حضرتك وبسال نفسي بامانه قدام ربنا في علاقتك مع المسيح واحساسك الروحي تجاه ابليس. الكلام ده مهم يا جماعه جدا جدا. انت جواك حاسس ان هو يهرب يجري منك ولا انت اللي بتجري منه؟ ترنيم الزمان بتقول ابليس عمال يجري ورايا، يجري ليل ونهار، شوف ازاي وانا بجري، ويحل الضلمة في عينيا ويزين لي النار. مش في القاموس، زمان خالص ما. قبل ما انت كنت ساعتها بتجري برضو وانا كنت بجري، ماشي. فازاي فادي الشيطان بيجري ورا واحد. اسمع في رسالة يعقوب يقول لك ايه، اخضعوا لله، ايوه، قاوموا ابليس فيهرب منكم. انا عارف انه يعني يجب ان لا نحكي قصص شخصية، بس يشهد الرب يسوع المسيح. كنا في برنامج بنطلع عليه على الكرم اسمه نار نورا، وكنا في المطرانية القديمة في الأسبكية عند الأب مكاري يونان، شاهد الرب يسوع اللي حصل. كان الأسيس سامح موريس وأنا، ورحنا زرناه بعد القداس، وكان زحمة شديدة. وأنا حكيت القصة دي قبل كده بس بحكيها تاني علشان أوريك الفكرة إزاي. هو الراجل سنه كبير بس أصر أنه يوصلنا لغاية الباب، الأسيس سامح موريس وأنا. قلنا له لا يا ابونا، قال لا ازاي وبتاع، بره لسه هو هيصلي للناس، حوالي 300 شخص كده وملبوسين بعيد عنك، مسيطر عليهم ابليس بالكامل. كويس، مش كويس انه مسيطر عليهم، يعني القصه اللي انا بحكيها لغايه كده كويس، ماشي. فطلع، خلي بالك، طلع معانا كده، فتح الباب اللي هو فيه الحوش اللي فيه الناس دي، واحنا هنطلع علشان الاسيس سامح كان موصلني بالعربيه بتاعته. فطلع الاسيس سامح وطالع انا، فبيقول الرب يسوع معاكم. قالش اكتر من كده، ما ذكرش مين. يشهد المسيح يمكن 3 أو 4 أو 5 وقعوا في الحال وكده، وصرخوا صرخات رهيبه ويتمرغوا في التراب. هذا ما رايته بعيني، مش اللي بتشوفوه على اللي بقول لك، يعني ده حصل قدام عيني في تجهيز برنامج نار نورا. واسالوا الاسيس سامح، او انا بقول لك ده الحقيقه، الراجل ما عملش حاجة، بس هو لما بيعلن اسم يسوع في قوة روحية. انت اخبارك ايه؟ علشان انت معلش بديك شوية شوكولاتات، بديك شوية شوكولاتات، شوية افلام قذرة يلعب بيها عليك. خلي بالك، يقال ان هذه الاشياء فيها جزء من عبادة الشيطان، وبين كل ثواني الانسان ما بيقدرش يشوف الا اقل سرعه من 1/16 من الثانيه، بيحط لك في اوقات قليله حاجات تمجد ابليس، وانت تحت دايره ابليس وانت في الاماكن دي او على الافلام دي، صدقني، او بتسمع الكلام بتاع الناس في الشغل وجرب وما جربش، وانت اختبرت حد تاني غير الناس. ما اقدرش اتكلم اكتر من كده، عشان كده انت مرعوب، عشان كده انت مهزوم، عشان كده ابليس مسيطر عليك. اشرب السيجاره دي، حاضر، تقدرش تنطق. اكذب، حاضر، اشتم، تمام يا فندم، تمام، ما انت عبد، كل من يعمل خطيه هو عبد. يوم ما تيجي للمسيح تقول له في اسم يسوع، يصرخ من اللي قدامك. مصدق ولا مش مصدق؟ لو مش مصدق، لو ما اختبرتش طبعا، تقول ايه نزل مخهم. شخص المسيح قوي جدا، يخلي ابليس ما يقربش حواليك في اسم الرب يسوع، ما يقربش على عيالك في اسم الرب يسوع. شعر بنتك محفوظ في المسيح، قول امين واعلن سلطانك. هتقول لي اعلن سلطان يا اخي زكريا، انت بتقول كلام غريب. هو انا اللي بقوله ولا المسيح اللي قال؟ اعطيتكم سلطانا
أن تدوسوا أيوه الحياة أيوه والعقارب، ولا ألا تظن أنه حرفيا الحياة العقارب يعني بس، وكل قوة الإيه؟ العدو. مين العدو ده؟ إبليس. مكان النصرة. ثم نقطة تانية بسرعة، الصليب ودموية الشيطان. المسيح كان في معركة رهيبة في الصليب، وهو اللي هيج الجموع للشيطان، وهو اللي هيج يهوذا دخله حرفيا. لكن اسمع ماذا يقول الكتاب، لكي يبيد المسيح بالموت. أيوة هللويا، ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس. أيوة ويعتق يحرر أولئك الذين خوفا من الموت جميعهم كل حياتهم تحت العبودية. لما تسمع أيمن كفروني دايما بيسأل بعد عمران طويل لو مت هتروح فين، تروح السماء ولا النار؟ وبيقول لك انا بنعمه الرب رايح السماء. بتستغرب اهو، خوفا من الموت، عبيد للموت، خايفين. بعد ما المسيح اباد ابليس بالصليب، احنا اعتقنا من خوف الموت، بالموت بالنسبه لنا مكسب. ليشتهى ان انطلق واكون معه، ان عشنا فللرب وإن متنا فللرب نموت، إن عشنا وإن متنا فللرب نحن. فالمكتوب من جاء مات هو أقوى منه. مين اللي أقوى منه؟ الرب يسوع ينزح سلاحه الكامل ويحررنا. في الصليب كان فيها هزيمة لإبليس. عشان كده دايما 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 أكتر حاجة بيكرهها الشيطان وأتباعه الصليب. أتباعه اللي هم في الخطية والشر. النهاردة أنا بطلع مثلا كمثال صور علشان ارسم حاجه عن الصليب احطها على الداتا شو. لما كتبت ذا كروس اوف جيسس مثلا على صليب المسيح، طلعت بعض الصور اللي مستخدم فيها يعني الاشرار مستخدمين الصليب في عباد الشيطان بس عاكفينه، ومستخدمينه في امور نجسه جدا، ده سواء في النجاسه والالحاد وعباد الشيطان. وفي المجال الديني قول اي حاجه، قول يسوع نبي روعة، قول عمل معجزات يقول لك ده صنع من الطير طيرة من الطينة طيرا وبإذن الله، يعني عمل حاجات مش موجودة في الإنجيل. أوكي عمل كل المعجزات. قول الصلب يقول لك لا، ليه يقشعر؟ مين؟ إبليس. إبليس القاتل ما بيحبش الصليب، لان ان كنا امبارح شفنا ان في سفر الرؤيا نهايه ابليس في البحيره المتقده بالنار والكبريت، فبيخوف الناس من سفر الرؤيا. هنا في الصليب ايضا نصره المسيح، فمش عايز الناس يعرف الصليب. اختم بالنقطه الثالثه، في عجاله الصليب والله الحنان. بص همر بسرعه جدا عشان وقتنا، بس بدعوك يا ربي ترجع للحاجات دي، ولو كنت عايز الداتا شو دي ممكن تاخدها طبعا من فوق او كده. فانا همر بسرعه. اول حاجه الصليب لابد ان يكون لانه يثبت صدق الله. هناك هقول لك على الاقل 100 نبوه تمت في يوم الصليب، في عن المسيح وحياته حوالي 380 نبوه في العهد القديم واضحه عن يوم الصليب، في 100 نبوه. فلو المسيح حتى بص يقول لك ايه مثلا، ولما راى يسوع ان كل شيء قد كمل لكي يتم الكتاب قال، انا يعني ما قالش انا عطشان لانه عايز يشرب، لا، علشان كل حاجة بخصوص الصلب كان لسه الدفع، بخصوص الصلب تمت، بس باقي وفي عطشي يسقونني خلا. حلو الصليب لانه بيبين صدق الله. المسيح لما بطرس حاول يقتل قال له ازاي حط سيفك في غمدك فكيف تكمل الكتب، كان لازم اتصلب. طب ما في ايات بعد القيامة. المسيح لما ظهر لتلميذي عمواس كان يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب. الأوضح بقى لما ظهر للتلاميذ في لوقا 24 اسمع عليه، قال جميع ما هو مكتوب عني فين؟ في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. هنا بيتكلم عن الصليب، عشان لما في بداية الوعظة قلت لك في العهد القديم إذا في الناموس خمس وصايا موسى والناموس والأنبياء كل أصفار الأنبياء كلها ثم المزامير، يعني كل العهد القديم 39 سفر ما لقيتش فيه الصليب المصلوب، مش بتكلم على بس إشارات على المسيح نفسه، عن الصليب ما عرفتش الأصحاح بيتكلم عن ايه. اهو المسيح كان نفسي ياه
بس الروح القدس عامل لها ريكوردر ويرجع على كان نفسي يكون مسجلة. يعلم الرب دي يا أسيس خالد اللي تمنيت فعلا ان تكون قناة الكارما موجودة وقت ما المسيح بيكلم التلاميذ ويفسر لهم جميع الأمور المختصة به. خلي بالك فيه ناموس موسى, يعني تكلم عن مثلا اللوين والمحرقة والخطية والسلامة والاسم والقربان الدقيق, وتكلم عن البقرة الحمراء في عدد مدنا موسى برضو, وكتب الأنبياء زي أرمية وأشعية والمزهمير سبقت فمعينا صدق الله ثم عدل الله. الناس اللي بينكروا الصليب بيقولوا أن الله غير عادل. ليه؟ الله يرحم الناس, ربنا رحمن ورحيم, طب أين العدل؟ الله لا يغير صفاته. ففي الصليب بر الله البر الرحمة والحق التقيا. في روميا 1:17 الرسول مش بيستحي بالإنجيل لأنه فيه معلن بر الله. بر الله يعني عدل الله, righteousness of God. بص الآية الجميلة بيقول لك في روميا 3 ظهر بر الله بالإيمان بيسوع المسيح الذي قدمه الله كفارة بالإيمان بدمه ليظهر بره عدله من أجل الصفحة عن الخطايا السالفة اللي هم بتوع العهد القديم قبل الصليب بإمهال الله, يعني كانوا واخدين على الشكوك. يعني الإظهار بره في الزمان الحاضر ليكون بارا, ليكون الله عادل أيوه ويبرر من هو من الإيمان. يعني حينما نصل السماء على أساس الصليب هل الله سيكون عادل أم رحيم؟ حلوة حلوة شكرا. بس بقول إحنا لما نوصل السماء على أساس صليب المسيح ده نعمة ولا عدل؟ وعدل, عدل 100%, يكون بارا عادلا ويبرر الذين بالإيمان. فين العدل؟ العدل تم في الصليب. تمن دخولك السماء مدفوع على آخر قطر الدم من دم يسوع المسيح. هللويا, دفع التمن يا حبيبي. انت بتنطط وبتحاول تعمل ايه تاني؟ خلقت أكمت, الله خد حقه تمام, الله عادل. انت مش مطلوب منك حاجة غير تآمن فتتغير وتصير قديس وتدعو الآخرين. ثم محبة الله, طبعا مش كل وعظاتنا عن محبة الله. الآب هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. الابن أحب المسيح الكنيسة وأسلم نفسه. الروح القدس الذي بروح أزلي قدم نفسه لله. قدست الله, لما يصلي الآية الصعبة جدا اللي بيسألونا فيها إله إله لماذا تركتني من مزمور 22, هو بيرد وأنت القدوس الجالس بين تسبيحات إسرائيل. كون الله قدوس خلي بالك وخطايانا على المسيح. الله بيحب الخطية ولا بيكرهها؟ وهي على الإنسان ولا وهي عامة على أي حد؟ طب لما الخطية اتحطت على المسيح اللي هو مسارة قلب الله, الله بيكره الخطية ولا بيكرهاش؟ طب الله غضب ولا مغضبش؟ طب تعامل مع المسيح والخطية بتاعتنا محطوطة عليه بالشفقة ولا بالعدل؟ تخيل, الله لم يشفق على ابنه. أنا عايز أقول لك كلمة اللي قال لك خلاص أنا بخلص. شاهد المسيح افهم, وإحنا ماشيين منك يا بوسطن والمشاهدين اللي بيشاهدوني في كل, اسمع الكلام, اسمع الكلام عشان خاطر نفسيتك وأبديتك. اسمع, الخطية لما كانت على المسيح أيوه الله القدوس تعامل بالعدل فصرخ المسيح تحت هول العذاب. هيشفق عليك وانت في جهنم والخطية عليك إلى أبد الأبد. لا استغفر الله العظيم يا أخي زكريا, معقولة ربنا يخرج الناس يودوا النار؟ يا سلام, ربنا خلق الإنسان علشان يوديك بيت الآب, والمسيح دفع الأجرة. انت مش هتروح النار لان ربنا يوديك النار, حاشا, انت هتروح النار برجليك. اذهبوا برجليكم انتوا النار الابدية ايوه المعدة لابليس وملائكته. انت ماشي وراه, كل واحد يروح عند حبيبه. يا حبيبي ايوه يسوع المسيح دفع اخر قطر الدم. والله حينما تعامل, بص هناك علاقة بين الجحيم والصليب. من يقلل من الجحيم يقلل من الصليب. ليه؟ لان في الصليب كان عدل الله. اللي بيقول ما فيش جحيم وما فيش عقاب ابدي يبقى اللي حصل عن الصليب ده كانت مسرحية. المسيح احتمل عذابات رهيبة, وانت ايضا ان لم تتمتع بعمل, هذه الكرازة, هذه البشارة,
إن لم تتمتع ببدلية المسيح، إن لم تأتي إليه معترفا بخطاياك، ستحتمل الخطية والله القدوس سيقع عليك كل العذابات التي وقعت على المسيح، مع أنه هو دفعها بس أنت مش راضي تقبلها. ادفع أنت، ادفع أنت يا عم. محبة الله، قداسة الله، مجد الله. قال المسيح الآن تمجد ابن الإنسان. الخطية سلبت من الله مجده، ردهوله المسيح والخمس حسب ذبيحة اسمها الإثم. طيب حكمة الله إن القصة تمشي كده، ده يدل لك كانت محتاجة كل حكمة الله. علشان كده نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عصرة واليونين جهالة، أما المدعوين مسيح قوة الله. وإيه حكمة الله؟ إن احنا نكرز بالمسيح مصلوبا وليس بالفلسفة أو علم النفس أو علم الاجتماع أو أي حاجة تاني. لن نستبدل إنجيل المسيح الواضح بأي شيء آخر. هذه حكمة الله. قال لما أتي إليكم بكلام الحكمة الإنسانية المقنع فلسفات، بس أنا هتكلم عن الصليب. قبلت هتتغير وتوصل للسماء، ما قبلتش هتهلك. تزعل مني؟ ازعل من اللي كتب. ثم بركة الله. يا حلاوة، خلاص أنا بخلص. المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ قد صار لعنة لأجلنا. بيجيلي على الفيسبوك وعلى التليفونات كذا مرة، لسه الأسبوع ده جايني ثلاث مرات يمكن أسئلة. سمعت واحدة جاي من خلفية غير مسيحية، أنا قبلت المسيح بس سمعت إني لعنة الجدود موجودة عليا للجيل الرابع، فهل هذا حقيقة؟ بعت لها الآية دي، شاهد رب كانت بتتنطط فرحة، قالت لي الله يعني اللعنة انتهت. ما مش عارفة عايزة الإنجيل مش لسه جديد. قلت لها اللعنة انتهت تماما، المسيح افتدانا صار هو لعنة. هللويا، مش هللويا ان صار لعنة، يعني يا للعار ان المسيح صار لطخة لعنة، بس هللويا من النتيجة. الله باركنا بقى بكل بركة روحية. لم يبقى الله بركة واحدة عنده إلا ودهنا، علشان المسيح شال اللعنة. حاجة التامنة، مسرة الله. الله مبسوط، مسرة الرب بيده تنجح. علشان كده في العهد القديم كان يقولك ايه، ويقضي الكاهن الجميع على المذبح محرقة وقود رائحة سرور للرب. نص الذبائح والقرابين كانت تتحرق على المذبح، والنص الثاني كان وقود رائحة سرور. فالصليب صحيح المسيح تعمل خطايانا ونجى، بس الصليب خلى الله يفرح لانه خلص البني ادمين، ولان المسيح حمل خطايانا. مشيئة الله، افعل مشيئتك يا الهي. سررت واختم كلامي بالايه اللي قريتها اخر حاجه، قوه الله. انا ذكرت 10 صفات لله تلقت في الصليب في عجاله، يعني كل واحد عايز يبحثها تقدر تحصل على الداتا. شو ايه يعني الصليب قوه الله؟ يعني في الصليب هو المكان اللي مهما كانت عبوديتك او خطاياك او تاثير ابليس عليك او ماضيك او ماضيكي، والشيطان قال لك هوبلس ومش هوبلس وتوليت والكلام اللي تسمعوه ده مفيش فايده في خلاصك وانت والناس اللي على الشاشات ايضا، تعال للمصلوب. هللويا، يخلق منك انسان جديد. تقول لي معقول؟ اسمها القوه. الصليب هو ديناميت الله للخلاص. هتقول لي بس في ايه في رومية واحده ذكرتها ان الانجيل ايضا هو ديناميت الله الخلاص، هو الصليب ولا الانجيل؟ ما هو اهم الانجيل فيه 5 حقائق، اهم حقيقه فيها ان المسيح مات ودفن وقام، دول 3 من حقائق الانجيل. فالانجيل يعلن الصليب، والانجيل والصليب هو ديناميت الله للتغيير. مهما تحاول تغير نفسك مش هتقدر. تعال الان عند الصليب. هتقول لي الصليب ايه؟ الصليب اللي صلب فيه المسيح، وقول له برمي خطاياي عندك. امين. لو انت مسيح حقيقي قل له بسكب طيبي زي ما مريم عملت. نسمع مع اخويا ايمن هذه الترنيمة في ختام هذه الفرصة. انا عارف ان طولت عليكم بس خلينا نصلي مع بعض. انا فرحان ان النهاردة الرب قادني اتكلم عن اعظم واخطر قضية ارهابية، صلبوا المسيح بالارهاب، ولكن الله حصل كل المجد لينا. يا سلام، والقوة والبركة ليك. الله اعلن قداسته وحكمته ومحبته وصدقه وعدله وبركته ومشيئته في الصليب. بقية واحدة اللي هي قوته، عايزك تتمتع بيها النهاردة. مش هبوس على رأسك،
انت المفروض تيجي تجري، مش بتكلم عن المكان هنا، تجري عند الصليب. معلش اسمحوا لي في عجاله في نص دقيقه، ايمن كفروني كان معانا، كان معايا في، ويمكن حكيت القصه دي بس اذكرها تاني، مشغول في مدينه اسمها المنيا، وخدمنا في يوم جمعه 5 وعظات يا اسيس، شاهد الرب يسوع 5 وعظات، مش هقول تفاصيلهم يعني، مره منهم وعظه في القصه دي وكان فيها حوالي 3000 ولد وبنت وكده يعني. الليله كانت اخر وعظه الخمسه، كنت ميت تعب، خلص الاجتماع طلعت فوق نمت بلبسي، خبط الباب، مش حصل يا اخي الكلام ده، خبط الباب، جه الاخ المسؤول قال في راجل عايز يصلي معاكم لانه متاسف جدا وبيبكي. قلت له بكره الصبح قبل القطر يجيني. المهم خبط تاني، فخدت قلت له بص قلت له لو سمحت لو جتني تاني انا مش قادر، بكره الصبح. وايمن واتضايقت صح واتنرفزت. وبعد كده خبط تالت، فطلعت، ايمن قال لي سيبه، قلت له لا انا سيبهولي انا. حصل بالظبط ولا لا؟ طلعت بقى هزعق في الشاب اللي هو مسؤول عن الاستراحه، لقيت راجل طويل كده شعره ابيض، هو خد منه المفتاح وبيقول انا عارف ان انا انسان، انا بايخ وانت تعبان، انا عارف، بس انت هتنام في سلام وانا ممكن اموت اروح جهنم، انا بعمل خطايا وبزني وببيع مخدرات انا خاطي. وراح راكع على باب الاستراحه، نسيت تعبي وركعنا معاه، والان هو واحد من احلى الخدام في المنيا. لسه اخر مره صدقني جاب لي 45 ولد وبنت مدمنين بيخدم خدمة الإدمان. هو اللي جاي يجري، مش بقولك يعني، عايز أقولك إيه، مش هقولك لو سمحت توب عند الصليب أرجوك من فضلك، ولا فضلك ولا فضلكش، أنت لو مت في خطاياك رايح جهنم إلى أبد الأبدين ونار صح مش آيس كريم، صدقني يسوع المسيح يقدر يغيرك ويخليك قوة ضد إبليس، الشيطان يهرب منك، افهم يا أخي، وتصلي لاجل اولادك وبناتك يطلعوا قديسين قدام، هو يبقى ليه سلطان؟ ايوه ليك سلطان. يا طب ما انا عايش كده مسيح بالاسم ليه؟ انت حر، اعمل لك ايه؟ علشان ما كده بتحضر الكنيسه يوم الاحد الصبح وخلاص، وعارف بعد الترنيمه هتجري برضو، انت حر، بس انا برفع ايدي واقول لك يسوع المسيح عند الصليب يقدر يخلصك، امين، يقدر يديك سلطان على ابليس، امين. تعال له وانت بتسمع الصليب من انا يا سيدي، تعال صلي واركع قدام اذا انت عايز تطلب الرب في هذا الصباح، تعال. لولاك كنت تائها في ظلمتي وكان قلبي غارقا تحت الديون، فانا لك ولغيرك لن اكون، فأنا لك ولغيرك لن أكون، ولأجلك كل تضحية تهون، ليس مثلك من يحبني بفؤاده الحنون، ليس مثلك من يحبني بفؤاده العمر في خوف مذيب من الغد المجهول في ليل الشقاء، فأنا لك
مثلك من يحبني بفؤاده الحنون، ليس مثلك من يحبني بفؤاده سرابا ينتهي. إن كنت قد حرمت من أمجادك مولاي أشكر امتيازك الذي قد ضمني واختارني لبيتك، فأنا لك ولغيرك لن أكون، فأنا لك ولغيرك لن أكون، ولأجلك كل تضحية تهون، ليس مثلك من يحبني بفؤاد، ليس مثلك من يحبني بفؤادي الحنون. طيب في آخر دقايق في الاجتماع بتاعنا عايز أقول كلمة أرجوك افهمها، إذا شوية التدين اللي عليا منعيني أجي أركع أصلي، إذا شوية الخجل الصعيدي إن كنت من مصر ولا بتاع الشرق الأوسط إن كنت من أي بلد، أنا بقول لك حاجة سيئة، إذا مكسوف تيجي قدام اركع في مكانك، أنا مش بقولك قدام، بس كل اللي بقوله لك إني أنت بتقول لا أنا لما أروح البيت هفكر في الصليب، صح؟ بس المسيح قال مش أنا، إن إبليس بيخطف الكلمة بمجرد ما تطلع من القاعدة، اللي قاله المسيح خرج الزارع ليزرع، يأتي إبليس وينسها لك عند الباب برة، فعلشان كده أنسب وقت إنك تاخد قرار دلوقتي، علشان كده إحنا بنصر وليس لينا هدف خالص، ما بناخدش اي حاجه من ورا ده، لكن نفسنا كلنا نكون خدام للمسيح، قول امين، نفسنا نكون مكرسين للرب. انا هطلب من اخويا ايمن هقدم دعوتين في الصبحيه دي وفي عجاله وهدي الاسيس طبعا. دعوه الاولى بقدمها لكل شخص بعد ما النهارده هو يعرف عن الصليب، بس النهارده سمع اكتر عن الصليب، بيعلن انه لما يخرج من هذا الباب الكنيسه هو عايز يكون المسيح مسيطر عليه بالكامل، بغض النظر هو الماضي بتاعه مؤمن حقيقي مؤمن بالاسم ماليش دخل، بس هو موضوع الصليب قوة الله نصر على إبليس بركة ليه والبيته. إذا أنت أسرة زوج وزوجة وأولاد شيء جميل أنك تيجي أيضا نصلي لأجلهم في هذا المكان. ده الدعوة الأولى اللي بأرجو أني كل شخص النهاردة جاي عند صليب المسيح هطلب من أخويا أيمن عدد ترنيم للدعوة دي، وبعد كده في دعوة أخيرة وهنصلي معاكم. إذا بتبص عليا وبتشوف مين طلع ومين ما طلعش، قال أحد القديسين إذا رأيت شخص يصمم في اتباع المسيح وهو يبتسم أو يتلفت من حوله فاعلم إن قلبه لم يلمس بعد. يعني لو أنت متأثر قوي مين طلع ومين ما طلعش ويقولوا عليا إيه، ما تزعلش، أنا بقول لك أحد الرهبان القديسين اللي صدقت كلامه من خلال حوالي 33 سنة بوعظ حقيقي، الشخص اللي جاي المسيح ما بيهموش أي حد حتى لو هو مسيح حقيقي. هطلب من أخويا أيمن عدد ترنيم اللي كتبه أبونا مكاري اللي بيقول ها آتي بطيب فوق رأسي، وأول مرة أطلبه منه في صلاة بعد الوعظة في حياتي. مش عارف ليه ربنا عايزك تضحي بحاجات وتكسرها لأجله، سواء أنت خادم أو مؤمن أو بعيد. ومرة تاني بدعو كل شخص نفسه أنه يقترب، يا أخي تعالى أترك مكانك وتعالى صلي معانا. ليه تجمدت كده؟ حاجة عجب، حاجة يعني ليه، يعني إحنا بنعمل إيه؟ ما تزعلش مني، انا مش عايز حاجه، بس يعني ايه طبيعي يعني القسيس راكع وقاعد متربع في الارض وراكعين وفي خدامه يصلوا، طب ايه يعني اللي فوق يا احبائي انزلوا صلوا معانا، احنا مش يعني عايزين بركه ليكم، عايزين نصلي ان الرب يبارك بيوتنا وعيالنا وتبقى خادم وتكسر الطيب عند قرار، مش بنقول حاجه غلط، يعني عايزين مصلحتك انك تعيش بامانه المسيح، احنا ماشيين بكره مش هنعرف حضراتكم حتى، يعني مش مفيش حاجه، بس هدفي مجد الله في حياتك،
هدف اني بعرف الناس اللي بيختبروا قوة الصليب بجد بيأثروا في دائرة الظلمة. إبليس بيترعب منهم في مناطق كبيرة مش بس في بيته. هتبقى مؤثر، تبقى سبب بركة للناس اللي كنت بتعمل خطية معهم. يمكن ده اللي بدعيك ليه، مش بدعيك لحاجة تاني عيب. فما عرفش يعني متزعلش، انت حر. يلا تعالى صلي معانا. يا رب يا رب هاتي بطيبي فوق رأسك، هبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوك في إكليلك، واتكي أن رأسي على صدرك. إذ كسرت قلبك من أجلي أنا، ها قارورة طيبي أكسرها هنا. عند قدميك وأدرهما، حيث راحتي لا ولا عنا. هاتي بطيبي فوق رأسك، أبني الآن أعرف حق قدرك، عوضا عن شوك في إكليلك، واتكي أن رأسي على صدري. أمين. الدعوة الأخيرة، وإخواتي اللي على الكرمة كمان يصلوا معنا في الدعوة الأخيرة. إخواتي اللي راكعين هطلوا من الأسيس خالد والأخ أيمن يصلي معهم كمان. أنا اتعودنا لينا كذا سنة في خدمة الطبيب العظيم ندعو كل الشباب الموجودين في القاعة، نصلي لأجلهم علشان كأني بنصلي لأجل الشباب الولاية كلها المسيحيين. فأنا عايز كل الشباب والشابات بدون استثناء فوق وتحت يجوا يصلوا. هنصلي لأجلهم، مش هطلب منهم يصلوا أيا كان. أنا بطلب دلوقتي بالإنجليزي، قول يا أيمن لا عليكم في ناس مش فاهمين. كل الشباب والشابات يجوا لو سمحتوا، هنصلي لأجلهم هنا في هذا المكان. كل الشباب. نعم. إيه يعني؟ شباب تحت، بس أنا شايف شباب قاعدة خدمتهم تحت. أوكي. بس في شباب يا أخي بالعربي وجوم أهو بالتزعل. شباب كل هنصلي بدل اللي في الإنجليزي لكل الشباب الموجودين، هنصلي لأجلهم بس. هنقول يا رب أذكر الشباب ولا سيما السكند جينيريشن، علشان خاطر عايزينهم يكونوا خدام بيعرفوا اللغة الإنجليزية الأمريكانية، وعايزينهم يكونوا بركة للسكند جينيريشن. ده اللي بنصليه. عدد ترنيم ليك مكان، ليك مكان في قلب الآب، صدق إنه ليك مكان، ليك مكان، ليك مكان في قلب الآب، صدق إنه ليك مكان، محفور في قلبه منقوش على كفه من زمان. ليك مكان هو بيدور عليك، سمع صوته بيناديك، فاتح قلبه يرحب بيك، تعال له باللي فيه، علشان في قلبه ليك مكان، صدق انه ليك مكان، ليك مكان، ليك مكان في قلب الآب، صدق ليك مكان في قلب الآب، صدق إنه ليك مكان، محفور في قلبه منقوش على كفه من زمان. ليك مكان هو
دور عليك سامع صوته بيناديك فتح قلبه يرحب بيك تعال له باللي فيك علشان في قلبه ليك مكان صدق انه ليك مكان. احنا بنروح الصلاة كلنا يا ريت الكل مغمضين عيونهم انتوا في محضر الله قل له سامحني يا رب انا انسان خاطئ انت بتعرف كل عيوبي يا رب تعرف كل عيوبي يا رب ونقائصي في اسم الرب يسوع بعترف فيها قدامك بعترف بالكل قدامك شو ما كان العيب او الخطيه اللي عندك قل له اياها قل له يا رب انت بتعرف اني انا بعمل كذا فهمني خطيتك نعم قولي له انت بتعرف يا رب انه انا سمي خطيتي قدام وسمي خطيتك قدامه هو الوحيد اللي ما بيعايرك على هيدي الخطيه قل له يا رب انا انت بتعرف اني انا عايش بهالطريقه وعم بعمل اللي عم بعمله سامحني يا رب اغفر خطيتي اغفر خطيتي يا رب حاولت كتير بطل حاولت كتير اتغير ما قدرتش حاولت كتير اتغير يا رب مش عم بقدر يا رب مش قادر يا سيد كل ما اسمع عنك بقول اني بحبك انا بقول بحبك يا رب كل ما اسمع قديش انت بتحبني بقول بدي اتغير عايز اتغير يا رب بس مش عم بقدر يا رب مش قادر في اسم الرب يسوع بقوته ساعدني ساعدني يا رب قولي له عم بفتح قلبي يا رب اليوم بفتح قلبي اليوم ليك يا رب يا رب امتلك يا سيد فوت على قلبي يا رب امتلكني امتلكني يا رب الرب يسوع غير قلبي غير قلبي اعطيني قلب جديد اعملني انسان جديد بسمع كتير بيحكوا عن خليقه جديده بس انا بعد ما عرفت شو يعني ما عرفتش ما معنى الخليقه الجديده خلقني من جديد خلقني من جديد اعملني واحد من اولادك اعملني واحد من اولادك اعملني وحده من بناتك اعملني وحده من بناتك في اسم الرب حتى اعرف اعيش لك اعيش لك كل المستقبل في اسم الرب باسم يسوع باسم يسوع أمين. أمين. معلش ممكن لحظة بس أطلب من أخويا صمويل تصلي لأجل السكند جينيريشن سواء الموجودين أو لا الشباب والشابات على قلبي في كل مكان يا صمويل إن إحنا الشباب ولادنا وبناتنا أنا عارفهم تحت أغلبهم بس في شباب موجودين ممثلين فيهم إنهم يكونوا خدام للجيل الثاني هم بيعرفوا اللغة الإنجليزية أحسن مننا فممكن يا صمويل تيجي تصلي أمين يا رب نحتاجك يا رب شباب جديد يا رب هللويا يا رب يا رب مين يوصل لأولادنا مين يوصل لبناتنا مين يوصل للجيل الجديد مين يوصل يا رب للشباب اللي بيضيع واحنا مش عارفين نوصل له يا رب من أكبر الشكاوي اللي بتجينا إن إزاي نتعامل مع أولادنا وإزاي نوصل لهم برسالة المسيح يا رب اللي يقدر يوصل لهم هم شباب تخترقهم أنت وتملاهم بروحك وتفيض فيهم وتغيرهم بالتمام وتخليهم مكرسين لجلالك وينطلقوا يا رب في وسط الشباب في وسط الجامعات يا رب بنصلي عشان الشباب اللي في الجامعات يا رب اللي بيضيعوا بالآلاف والآلاف والآلاف يا رب بنصلي عشان شبابنا اقم شباب جداد يا رب دلوقتي املاهم بروحك يا رب اتحرك فيهم بكل قوة عمقهم في مع جلالك يا رب واوصل ليهم اوصل يا رب للشباب الثانوي اوصل يا رب لجامعة اوصل يا رب لكل الاعمار اللي احنا مش عارفين نوصل لها في اسم المسيح يا رب في اسم المسيح يا رب خلص بالالاف يا رب بالالاف يا رب بنصلي عشان اولادنا في بيوتنا بنصلي يا رب عشان كنايسنا يا رب تمجد انت اعمل اعمل يا رب انت في اسم المسيح في اسم المسيح يا رب واحنا محتاجين نصلي اكتر واكتر واكتر ونقعد قدام جلالك ونتضرع لاجل اولادنا يا رب بنصلي لهم كلنا دلوقتي ونرفعهم قدامك يا رب في اسم المسيح من جوه بيوتنا من جوه كنايسنا اقم جبابرة يا رب في اسم المسيح بالشكل اللي انت عايزه في اسم المسيح يا رب هاليلويا امين كانت سودة أيامي كانت همومي قدامي كانت
أفكاري شر وفساد، صارت بيضة أحلامي وانزاحت عني أوهامي، والحب اللي كان ضايع مني عاد. كانت سودة أيامي، كانت همومي قدامي، كانت أفكاري شر وفساد، صارت بيضة أحلامي وانزاحت عني أوهامي، الحب اللي كان ضايع مني عاد. لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي، لما أعلنت ربي يسوع بحنان وجاد. لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي، لما أعلنت ربي يسوع بحنان وجاد، عقلبي سلام وزاد. لوين الموت موداني؟ معقول جهنم عنواني؟ شو كان يخوفني البكرة والمستقبل شو مخباني؟ يا ما قضيت الليالي حيران وعم بسأل حالي، لوين الموت موداني؟ معقول جهنم عنواني؟ شو كان يخوفني البكرة والمستقبل شو مخباني؟ أنا هلأ متأكد إني اتحررت وعالسما وصلني، متأكد إني اتحررت وعالسما وصلني، بعرف إنه ما بستاهل لكن رب اتقصص عني. لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي، لما أعلنت ربي يسوع بحنان وجاد. لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي، لما سلام وسلام. إذا بدك تكسب حياتك حرام تضيع أوقاتك، ما تفكر صار زيادة بتقدر تعطيك السعادة، كل العالم مش رح يدفع ولا بتفيدك مصرياتك. إذا بدك تكسب حياتك حرام تضيع أوقاتك، ما تفكر نجاح زيادة بيقدر يعطيك السعادة، كل العالم مش رح يدفع ولا بتفيدك مصرياتك. يسوع الواقف على بابك ناطر تايز مع جوابك، يسوع الواقف على بابك ناطر تايز مع جوابك، اجعل عالم حتى يخلي حياته كلها عحسابك. لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي، لما أعلنت ربي يسوع بحنان وجاد. لما سلمت قلبي بدمه غسل ذنبي، لما أعلنت ربي خالد يجي. انا بصراحه كان نفسي نختم الفرصه بدايس على عسلك، بس طبعا عندكم غدا، انا عارف الوقت متاخر وانتوا جعانين وكذا، بس صدقوني لو عليا ما كانش يعني الطبيب العظيم ما يختمش الا بدايس على عسلك، بس ظروفكم